أهلا بكم. الرسائل تأتيني على الخاص كثيرة، سواء متعلقة بنشاطي في قناة الزيتونة أو على صفحتي كذلك، من حيث أني أطلق فيديوهات عندها علاقة بالشأن العام وما يجري في تونس. وفي الحقيقة أيضا حتى مضامين الفيديو كما هي مضامين هذا البرنامج هي كثيرا ما تكون من صميم تعليقات ورسائل تأتيني على الخاص، وتعليقات أيضا موجودة على الصفحة. مراد ولد عمي، مهم أني نحكي عليه لأنه هو يمثل عينة من أحبة وأصدقاء وعوام يحبونا ويتعاطفوا ويتضامنوا، ويؤلمهم كثيرا آلاف التعليقات اللي فيها شحنة من سب الأم والكرامة والشتيمة والتهديد وغيره. فأنا لأول مرة سأتكلم عن هذه التعليقات ونقرأ لكم. مش يقول مراد ولد عمي، أنا من ألمانيا، يقول لي ما يفرحنيش وما يشرفنيش أني نشوف أمك وأبوك، أمك محجوبة الله يرحمها وأبوك الكافي، يتسبوا والناس هذوما ما يعرفوهمش، أما أنا نعرفهم شكون هما. يقول لي مراد نحبك تدخل وتخرج من تونس وقت ما تحب، مش كيما حالتك الآن. وانت يقول لي كذبت عليهم في موت قيس سعيد، موت السريري، ويقول لي كذلك ما نحبكش لابوك النهضة ولابوك قيس سعيد. اما بعد يا مراد ندخل ونخرج لتونس كي منحب. الاوطان يا مراد هي الاوطان التي تستوعب ابنائها وتعطيهم كرامتهم، ليس التي نحبها نحن فقط. وانت يا مراد لولا دولة الشعب ودولة الظلم وبيعان الكباس ومن طرف فلان ودولة الصبة ودولة أمك وأبوك في المراكز الشرطة واللي خلفوك، وأول سؤال تصلي ولا ما تصليش، لولا هذه الدولة الظالمة الغاشمة شو خرجك يا مراد وتخلي أمك وأبوك وتمشي أنت لألمانيا؟ ثم بوق النهضة أو بوق ما تحبنيش لبوق قيس ولا بوق النهضة، زعما لما كنا مع قيس سعيد وكانت فيديوهاتنا توصل النصف المليون وأكثر، زعما قيس سعيد ساعات يخلص فينا؟ نحن لسنا أبواق يا مراد، نحن نبحث على الحق، وجيد أن نخطئ ونحن نبحث على الحق، خير من اللي متشبث بالباطل ومتشبث بالظلم ومانيش عارفينه يغلط ولا ما يغلطش، ما عادش يهمنا أكثر. ثم أيضا يا مراد في ختام، يا مراد ان شاء الله ما تبقاش في المانيا، ان شاء الله نصلحوا تونس، ان شاء الله نصلحوا تونس وتولي تونس خير من المانيا ومسلمه وعربيه، وترجع انت لتونس اللي خير من المانيا لاحفادك ولاولادك وقادرين. اما كان النحو الباطل والظلم اللي موجود تو تشوف تونس كيفاش تولي. اما عن السب يا مراد، فمحمد صلى الله عليه وسلم ورب محمد عز وجل تسب في الدنيا ذي أكثر من اللي تسبيت أنا. ويا مراد راني ديما خايف لنمشي لجهنم، وأنا استحضر قولة عمر رضي الله عنه يقول والله لو نودي يوم القيامة فيما معناه أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل واحد، قال والله لظننته عمر. أنا زاد كذلك والله لظننته مقداد. أما بالسب اللي موجود الأمل في الجنة أصبح وافر 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 يا مراد، وإلى موجة أخرى.